السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة، واللي ما يقدر يتصل بينا على واحد من ذني أرقام من الداخل ومن الخارج عندكم رقم بالأخير جوه بصفة إشارة الواتساب يقدر يدزلنا رسالة مكتوبة على برنامج الواتساب المخصص لحلقة هذا اليوم أو للحلقة نقدر نقرأها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم بالملف اللي بدينا به البارحة حلقة صوتكم، هو ملف خليجي 25 اللي صار بالبصرة، أو بطولة الخليج العربي اللي تقام حاليا بمدينة البصرة واللي تم افتتاحها رسميا البارحة، والمشاكل اللي صارت بحفل الافتتاح ومنها انسحاب الوفد الكويتي من احتفالية أو من حفل الافتتاح بسبب سوء التنظيم داخل منصة كبار الشخصيات بملعب جذع النخلة وراء عراك نشب بين كبار الشخصيات أو الحمايات مال المسؤولين الموجودين بالمنصة، وانسحب على أثرها الوفد الكويتي من حفل الافتتاح وبسبب ما وصف الاتحاد الكويتي سوء التنظيم اللي تسبب بتعذر دخولهم إلى منصة كبار الشخصيات. ولفت الاتحاد بتصريح صحفي إلى أنه حفاظا على مكانة وأهمية البطولة فمنتخب الكويت راح يستمر بالمشاركة بها، لكن الوفد الكويتي المشارك بالبطولة ويا أو رفقة منتخب الكويت ما راح يكون متواجد بسبب اللي صار البارحة. وعلى ضوء ذلك عندكم هذا الفيديو اللي بين لكم العركة اللي صارت البارحة بمنصة كبار الشخصيات. دور الوفد الكويتي مثل ما تشوفوني كنا حاضر ومو قادرين ندخل الملعب. ليه مو قادرين الى الان ندخل الملعب؟ الحين الساعه 6 وربع مو قادرين ندخل الملعب. اليوم الشيخ خالد ناصر على احمد رئيس هيئه الاولمبيه مع اعضاء السفاره كلنا اليوم احنا الان مو قادرين ندخل الملعب نهائيا. ان كان حمايه او شيء، يعني الحماية ما لها علاقة بكبار الشخصيات حتى يطب إلى غرفة كبار الشخصيات ويحتل مكان، لكن من المفترض أنه المسؤولين مفكرين بالحمايات ومفكرين بكبار الشخصيات. من المفترض أنه الأشخاص التابعين للمسؤول ما يطبون 40 و50 واحد يمو موكب جاي يستعرض عضلاته بالشارع، لا طبون يا 2 3 يقعد واحد هو المرافق مات بصفة، لا ما أعرف شنو أكو تنسيق، بس ما كلهم يطبون ويحتلون أماكن ما مخصصة لهم وأماكن مخصصة الخطار، هاي واقفة. إذا عبالكم بس هاي المشاكل اللي صارت بحفل الافتتاح، لا أكو وايد مشاكل من ضمنها سوء الإدارة بتنظيم بطولة خليجي 25 أو كأس الخليج العربي. هاي الغرفة اللي تشوفوها أو هاي الصالة اللي تشوفوها هي الصالة المخصصة للصحفيين والإعلاميين بالبطولة. عندنا مقطع مصور يظهر لكم بعد شوية شلون انه الناس والمشجعين والمسؤولين عفوا الحمايات قدروا يطبون الى هاي الصالة ويعرقلون عمل البعثات الاعلامية او الصحفية للبطولة، وكان الوضع في غرفة الصحافة والاعلام في ملعب جذع النخلة بالصورة راح تشوفوها الان. هذه هي منطقة الصحفيين، المنطقة المفروض مختصة بالصحفيين مثل ما جاي يشوفون العوائل اللي بيها، ما مختصة للصحفيين. يعني هاي العوائل شلون دخلت من حجر كلهم بدون باجات، كلها بهاي أطفال، يعني عوائل ما كلها بدون باجات مثل ما جاي يشوفون. هي منطقة مختصة بس بالصحفيين، أي شخص يعني كله عن طريق العرب جاي يدخلون، هي منطقة خاصة بس بالصحفيين مثل ما جاي يشوفون. هنا العوائل والله فرحت شفت كاميرا منصوبة هنا قبل شوية، وهنا أنا أكو شخص هم أنا عنده كاميرا، هذول صحفيين أما البقية ما لهم علاقة.
يعني هاي الغرفة أو هاي الصالة من المفترض أنه هاي الصالة اللي شفتوها الآن هي بس صحفيين يدخلون عليها، والصحفيين عندهم باجات خاصة تخص الصحافة المرافقة إلى المنتخبات العربية والقنوات العراقية أو القنوات العربية، حتى يدخلون هذا المكان ينقلون الأحداث المباريات إن كان تعليق وإن كان تغطية وإن كان تصوير. فالناس شلون وصلت إلى هاي المنصة ما أدري، ما أعرف. اللي طبل هاي المنصة باكر عقبة يطلع يقول أنا إعلامي مثلا. نحكي همينا عن سوء التنظيم. سوء التنظيم تسبب أيضا بحرمان هواية من المشجعين أن يدخلون الملعب، أو حرم هواية من الناس أن يقعدون بأماكنهم المخصصة بسبب الاقتحام اللي صار بوحدة من بوابات ملعب جذع النخلة بالبصرة من قبل الآلاف من المشجعين حتى يحضرون حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي بنسختها 25 دون ما يشترون تذاكر. هذا الشيء أثار غضب هواية من المشجعين العراقيين اللي كانوا مشترين تذاكر بإيديهم وما قدروا يطبون، وأثار غضب إعلاميين وفنانين. المشكلة أنه تخيلوا شخص مشتري، تعرفون أنتوا الملاعب عرضنا أسعارها 20,000 و15,000 عذرا أو بعيدا عن التلاعب بأسعارها بالسوق السوداء، بس الرسمي 20,000 و15,000 و25,000 هاي أكو بها درجات. تخيلوا شخص مشتري تكت في آي بي أو تذكرة في آي بي وقاعد بالشارع وأكو غيره ما مشتري طاب قاعد بمكانه، أو شخص مشتري تذكرة عادية وقاعد برا وغيره قاعد بمكانه. فناس طبت صالة الإعلاميين والصحفيين، ناس طبت غلط إلى منصة كبار الشخصيات، وناس طبت إلى الملعب بصورة خاطئة وحرموا هواية من الناس من دخول الملعب. خلونا نشوف. تحياتنا لعدنان درجال، تحياتنا للشركة المنظمة لهاي البطولة خليج 25. طبعا تحياتنا لكم لأن فشلتونا، لأن أبو البي آي بي يقعد بالعادي وبالعادي يقعد بالبي آي بي. هسه أنا البي آي بي أردقت بالعادي، قابل بالعادي والله العادي قابل بي، بس خل أقعد بالعادي ماكو مكان. أحكي ويا أبو الأمنية يقول لي والله أنا إيش بيدي روح للشركة المنظمة، أروح للشركة المنظمة يقول لي أنا والله ما بيدي شيء مو عن كرتات. وتحياتنا للعراق، وتردون كاظم الساهر يجي يغني لكم، وتردون ماجد المهندس يجيكم، بس فرن بطايق مع الأسف. يعني ويقول لك أكو تنظيم بالبطولة، مشكلة أنه يقول لك أروح المكان يقول لي أنا ما لي علاقة، وأروح للشركة المنظمة يقول لي أنا ما لي علاقة بالتذاكر. لا عاد منه إلا علاقة. بس لو هذا تابع الميليشيا ويريد يطب غصبا على الشركة المنظمة وعلى الحكومة وعلى المحافظة وعلى البلدية وعلى إدارة الملعب وعلى كل واحد موجود بالملعب، كان حرق الملعب. ناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق اختارنا لكم من منصة فيسبوك. عمر الراوي يقول هاي متحدث بكل ملاعب العالم، هاي ما تحدث بكل ملاعب العالم، هاي تحدث بس بملاعبنا المخربطة، بملعب الشعب، ملعب الحبيبية، وهسه هنا نفس الشيء. كافي تلميع من تبيع بطاقة، يعني نحجز عندك مقعد، مو يجي صاحب البطاقة يلقى نفرين قاعدين بمكانه. مخلد جمال يقول كلها حمايات هاي، هسه على شنو المسؤول يدخل حماية؟ واحد كلش كافي. علي الكربلائي العراق مو مال هيج فعاليات عمي، الله وكيلكم. ودكتور باهر مردان يقول نعم من الصحيح أن يعتذر الاتحاد العراقي، هنالك ممثل لدولة ضيف في البطولة ويصل للملعب ولم يجد مقاعد في مقصورة الفي آي بي. ناهيكم عن الشخصيات الكروية المهمة، المقصورة ممتلئة بالبلوغرات والفاشينستات، وأزيدك من الشعر بيت دكتور، والحمايات. فمع الأسف صارت بالفاشينستا والبلوغر أهم من العراق ومن اسم العراق، لدرجة أنه تحتل مكان بمنصة الفي آي بي ما مخصص لها، مخصص إلى الأشقاء العرب الضيوف على بلدنا الحبيب. ويانا أبو حسين من البصرة، حياك الله. ويسعدك يا قلبي. ألو، بس نصي لي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون يا غالي. ابو حسين بس نصي لي التلفزيون يرحم والديك. نعم. ايه والديك.
نعم نعم تفضل. هاي المباراه مع ال 25 صار فيها تحيجات، صار فيها نشي بو. نعم والديك عمي والديك. نعم ايه صار فيها نشي بو. نعم وصارت خربطه. نعم ايه بشلون شوية صارت ناس ياما تطفر سياج وصب بدون تكالات. ايه بيناتهم. نعم بشلون. نعم احنا العراقيين هالشي يسوي، العراقيين هالشي يسوون هالكرام وهالعراب وهالمضايف. طيب ابو حسين، ابو حسين انت حضرت الافتتاحية؟ اي نعم. طيب موجودة. بما انك حضرت الافتتاحية اريدك بس يعني حتى الناس تعرف انت كنت مشتري تيكت باي اي درجة من درجات الملعب؟ لا انا ما 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 رحت خذ التيكت. نعم 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 شفناها. نعم نعم اي المباراة خوش، مباراة خوش لعبة وبعترف على العراقيين. نعم واحنا نعم. لازم الرب الرب نحتشم الناس الأجانب الإمارات السعودية الكويت اي هاي احنا اليمن عمان قطر البحرين. نعم شكرا شكرا لك ابو حسين. ويانا حسين من النجف حياك الله. حسين من النجف انقطع الاتصال به مرة، أتمنى إذا يريد يحكي يعني يرجع لنا مرة ثانية. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى ملف الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي ومعاناة العراقيين اللي دا تستمر بسبب هذا الملف. عندنا مواطن من محافظة المثنى شكى من عطل صاب محولة الكهرباء. يقول أكو مناشدات هواية بس ما أجت أي جهة حتى تسوي صيانة إلى هاي المحولة من الجهة اللي تتبع الشيء المعني بها انه هي وزاره الكهرباء او البلديه، على الرغم من انه تم توجيه مناشدات هوايه من دون استجابه. ووضح المواطن خلال تصويره للفيديو انه اكو احتراق بالمحوله صار خلال او قبل دقائق مما يصور هذا الفيديو، وقال انه المكان اللي موجوده به المحوله بسبب المي اللي داير مدايرها اكو خطوره تهدد الطلاب وتهدد الناس اللي تمر من جوا هاي المحولة، ولحد الآن ما حد اتخذ إجراء بحقها. خلونا نشوف الثاني. يعني هاي قبل 3 أيام احنا اجينا لهنا ناشدنا مجلس محافظة وناشدنا الناس وناشدنا الخيرين وأعضاء مجلس محافظة على هذا الشيء. شوف المحولة وين صايرة، بنص المستنقع. شوف هذا طريق طلاب مال المدرسة، هو لا واحد يجي سأل، لا واحد يجي شاف، لا واحد اجى وقال بوي شنو موضوعكم انتم بتشذي بضحك علينا تعال لينا وشوفنا. هاي قبل 10 دقائق طقت واحترقت، لو جواها طفل من طلاب المدارس شو يصير فيه؟ اكيد راح يموت المكان هنا. شوفوا شوف شلون شلون صارت سودة، واعتقد النار هسه مشتغلة بداخلها لان ما حد يقدر يوصلها. شوف جزء الكهرباء اللي بداخلها مصلة للأرض من الأسلاك للأرض هنا ما تقدر توصلها. وش بقى شوف المستنقع شوف المحولة وين. يعني بتشذي ماكو واحد كلف نفسه وتواصل ويانا أو إجا وصل لهنا أو إجا قال شنو مشكلتكم، وأكثر من صفحة وأكثر من صحف نشرها. وش بقى يعني هاي طلاب المدرسة منها تجي أكيد راح يموت واحد رسمي هنا. الله لا يقولها. هاي جهة. أكو تظاهرات حاشدة طلعت بجديدة الشط بمحافظة ديالة، نفس الموضوع هو احتجاج على انقطاع التيار الكهربائي وقطعوا الطرق الرئيسة بالمنطقة ولوحوا بتصعيد التظاهرات إذا ما تمت الاستجابة لمطالبهم من قبل الجهات المسؤولة. والمشكلة اللي تصير هنا أنه ما حد يفكر انه المواطن شلون بده يعيش. خلونا نشوف. ام اله 17 لم يرب الصيف ال20 وظل خاتم ببيوته. ام الجبايه والله العظيم اليوم واحد يسولف لي
باحد مناطق جديده الشط، نقدر نقول ايش مسويين لو خلاص، يقول محددين الكهرباء جوا 10,000، وهناك اذا ما يطبق ب 15 ب 20 ما يجوز منك. انا الله وانا اليه راجعون، كهرباء جديده تشرف في ذمه المسؤول. هاي الناس لما شافت هاي التظاهرات وشافت الفيديو اللي قبلها علقت على هذا الموضوع، واختارينا لكم بعض التعليقات من منصة فيسبوك وراح نقراها سوية. أول تعليق من ثائر العنبكي يقول: يا ريت الشعب يصحى ويطالب حقوقه المسلوبة من الكهرباء والماء والصحة والغذائية الرديئة والتقاعد 300,000، وإن شاء الله شهر العاشر راح تنتخبوهم. حسين بنش يقول: هاي بعدنا بشتاء وكثرة انقطاع الكهرباء بالصيف شلون؟ يعني يقصد انه بالشتاء يجي كهرباء، بالصيف شلون راح تصير؟ عبد الرحمن الزبيد يقول: عمي ماكو هيك كهرباء، اين حكومه ديالى من وضع الكهرباء؟ شو ساكتين؟ وود التميمي تقول: يا ريت الشعب يصحى ويطالب بحقه الكهرباء، رفع الدولار، الخدمات، الرواتب، محاكمه الفاسدين اللي بالحكومه. القضيه ما بيها انه قضيه الكهرباء قضيه شائكه، خصوصا إذا عرفنا أن العراق صرف عليها عشرات المليارات. مليارات حلوة انصرفت على الكهرباء، 58 مليار، 59 مليار، ولحد الآن الكهرباء بالعراق ماكو. ما أريد أقول غير توصيف. أبو علي من الديوانية حياك الله، عفوا من واسط. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. العراق والعراقيين، مساء الأنوار. كاتل احنا يعني من أمس نعم. أول شيء خلينا نبارك للجيش العراقي بالذكرى الثانية بعد 100 تأسيسه. هذا الجيش الباسل اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود حامل الأمة وحامل العراق، وهو من يعني من أسود الأمة العربية. بالنسبة لي يعني مصاريف العراق للأسف أكو فرق بين أنت تصرف مليار ولكن بتوضع الصرفيات بمحلها وتوضع الصرفيات بأماكن خدمتها، وبين تصرف 10 مليار دولار لكن يسمى مو صرف هو هذا التبذير. يعني الحكومة العراقية من 2003 لحد الآن هي جاي تبذر الأموال ما تصرفها. لو الصرف يعني الآن لو ذكرت تقريبا حوالي ما يقارب 60 مليار دولار صرفت على النفط، عفوا على الكهرباء، لو هذه الستين وزعت على المحافظات لكن بصرف دقيق كان كل محافظة الآن عندها طاقة محطات لتوليد الطاقة. بس أكو تعديل بسيط إذا تسمح لي أبو علي. هم ما دا يبذرون، تعرف المبذر دورات يصرف شغلة زايد عن اللزوم، مثلا عقد 10 مليون أخذها ب15 مليون، بس العقد يمشي يعني حصل ما عنده شيء. المبذر يطي فلوس هواية هيك، بس هذول دا يبددون، دولة دي يشيل لك فلوس العراقيين كلها ويذبها بالشط أو بجيوبهم. فإحنا يمكن شوي اخترنا التعبير الأنسب يعني، ولا هم يعني أكو تعابير نخليها كلها بين قوسين، سراق، فاسدين، مصلحتية، كل هذه بين قوسين نخليها. لكن إحنا قلنا التبذير يعني أنه يصرف جزء من المبلغ والجزء الأكبر من عنده تروح بجيوب المسؤولين. يعني وبالكل أعتقد الأمس شاف الحدث الكبير هو افتتاح خليجي 25. يعني بصراحة خلينا مثل ما احنا ننتقد كذلك نمتدح، كان حفل الافتتاح مبهر جدا. لكن للأسف يعني انتم صرفتوا المبالغ، صح اكو بعض الشعب يقول المفروض هذه المبالغ تصرف لخدمة الناس وغيرها، لكن اكو بعض الأحيان يعني انت تعرف رجل يعني إعلامي انه بعض الأحيان احنا نحاول انه نجذب العالم حتى نشوف انه العراق موجود. لكن أمس اللي حدث حقيقة صراحة يعني انتم صرفتوا الأموال، كان المفروض تصرفون اموال على تاديب، اسمح لي بهذه الكلمه، تاديب المسؤولين. يعني انت تجي تحضر حفل تجيب معاك 16 حمايه علينا، يعني كل يعني تتوقع لو 100
مسؤول اجى عراق، طبعا كل المسؤولين عراقيين، 100 مسؤول راح يجي معاهم 1600 حمايه موجود. نعم. حمايه منه هي سبب الارباك الابس وانسحاب الوفد الكويتي. للاسف قلت لك احنا هذه الاموال اللي جاي تصرف على العراق، يعني هي اموال مثل ما ذكرت حضرتك انت، تبديد للاموال، سرقه للاموال، صرف بدون وجه معنى، كذلك التاثير الاقليمي على صرف هذه الاموال. يعني احنا صرفنا حوالي يمكن 16 مليار دولار على محطات توليد غازيه، واحنا بالاساس ما ننتج الغاز. كل هذا ليش؟ حتى ايران تبيع لنا الغاز وتستفاد ايران، لان للاسف الاحزاب الموجوده بالسلطه حاليا هي لخدمه ايران مو خدمه العراق. علما ابو علي انت عندك غاز بس يحرقوه. مو يحب اساسا، ما ايران ما تسمح للعراق انه يستثمر بغازه اساسا. نعم. ترى مو انه مو كيف انا، لان قرار الحكومه العراقيه اليوم قرارها مو بايدها. قرارها بيد التاثير الخارجي الاقليمي ولا التاثير الايراني الاكثر، بحيث انه ايران تمنع حتى وزير النفط انه يبيع النفط الاسود هذا، تشغيل المعامل الطابوق بالعراق، حتى معامل الطابوق بايران تشتغل. يمنعون وزير التجاره ولا وزير يعني الثروه السمكيه والحيوانيه بالعراق ما ينتج مصانع الانتاج الالبان او تربيه الحيوانات هناك، الدواجن والاسماك، حتى تمشي التجاره الايرانيه. نعم. تصديقا لكلامك ابو علي انا اعتذر منك، وتصديقا لكلامك ما قال وزير الصناعه السابق في احدى مقابلاته، وقال اي واحد يتسنم يعني حقيبة الصناعة بالعراق خط أحمر أن يتكلم بالمعامل والمصانع العراقية المتوقفة والمتلكئة. شكرا لك أبو عمر من الناصرية، حياك الله. السلام عليكم عمي أسأل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عمي؟ شلون صحتك؟ حياك الله أخويا. بالنسبة عمي طبعا بالنسبة للمصانع والشغلات هاي، هي يعني خليك مصانع، هم دمر والزراعة الصناعة التعليم عمي، ذولا مشكلة، ذولا مشكلة، ذولا عمي ذولا ذيولة، ذولا أجنداء، ذولا تابعين لإيران، إيران ما تخليهم، هي إيران تتحكم فيهم. بس اليوم ما على الجيش العراقي، جيش العراقي يقول احنا نشكر الجيش العراقي القاتل الدواعش، ما يقول ما قاتل إيران، رويناكم من وين في إيران؟ والله راوا لكم نجوم الظهر في ايران، الجيش العراقي اكبر على كل راس، داش على كل راس. نعم. كان الجيش العراقي من جيش عمي، انا جيت بالجيش، انا جيت بلواس التشكيل قوات خاصه مظلي. زين؟ نعم. زين؟ ذولا مشكله، ذولا من الجيش، شنو يخلوك صناعه، يخلوك زراعه؟ عمي موتوا شكوا. شكو صناعة بالعراق؟ النفط استولوا عليه، الغاز استولوا عليه، شكو ما استولوا عليهم، شكو ما استولوا عليهم. نعم نعم نعم. أكو شيء بعد عمي أفد بالعراق ما استولوا عليهم، لين على هم كل المدراء وياهم، كلهم مواطنين، كلهم عملاء، دولة عملاء، لا تنجمعتم شيء دولة. نعم. دولة عمي. نعم. دولة مشروعين. نعم. مدفوعين دولة على الجنجال للدول، هاي الدول الجوار. نعم. لا ترجعوا في دولة. نعم. شكرا لك ابو عمر. محمد من امريكا، حياك الله. الو، السلام عليكم استاذ اسد. عليكم السلام ورحمه الله. البطله الشريفه فاز العزيز، هي من 2003 سفيره محمد تدمير العراق، لا كهرباء، العراق كله ما في كهرباء، حريري مقتل المجرم قاسم سليماني، الله لا يرحمه لا دنيا ولا اخره، حريري مقتله، عم الشعب دمرتوه من 2003 لحد الان، سويتوا لا صحه لا علم، كل شيء ماكو، دمرتوا للبلد، لا حتى الزراعه دمرتوها، خايفين على موت ايران، الله ينتقم عليكم وعلى راس ايران، هاي الصفويه الايرانيه الله جابها غضب علينا، كفيلك الله هذا المجرم قاسم وهذا ابو مهدي المهندس، الله لا يرحمهم ولا يرحمهم رب العالمين، الله يرحم قدام حسين لو موجود، كفيلك الله لا يتركهم ترب. احيي قناه الرافدين البطله. شكرا لك اخ محمد. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم استمر وياكم، عندنا مواضيع اخرى راح نحكي بها، همينا راح نحكي عن سوء الخدمات وانهيار البنيه التحتيه، بس عندنا فاصل قصير ونرجع لكم، ابقوا ويانا. يعني.
برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم نرجع ونحكي به عن سوء الخدمات والفساد وانهيار البنية التحتية بالعراق بهواية من المحافظات اللي تأذوا بها المواطنين بشكل كبير جدا. ونبدي بأول مقطع بهذا الملف ومن محافظة صلاح الدين تحديدا من مدينة سامرة. مقطع مصور يبين لكم غرق الشوارع بالمدينة من دون أي تدخل من قبل الجهات المعنية لحل المشاكل، وهذا الشيء اللي يعوق الناس عن التنقل بالمدينة. خلونا نشوف. نطلع من سامرة نروح إلى مكان ثاني ونلقى شكوى لمواطنين من غرق مناطقهم بسبب هطول الأمطار وانهيار البنية التحتية، وانتقدوا دور بلدية السماوة بحل مشاكلهم وسحب مياه الأمطار من الشارع، وسحب أيضا المياه الراكدة أو الآسنة أو مياه صرف الصحي اللي طافية، أو عذرا مي المجاري اللي تهددهم أنه تصيبهم بهواية من الأمراض. خلونا نشوف. مرة جيت عليكم وقلت لكم البوري هذا طاق، يراد للصيانة، الصوندات مقطعة، وهاي أهل بيوت قبالكم، هذا هسه مسدود الدرب، يجي منا يفتر بالسيارة يطوب ويطلع منا ويمشي بهاي الطينة، وهاي صارنا شهر ونص تقريبا له الوضعية هاي، وذي الصوندات مقابلة هسه مباشرة جوا السيارة هم بهن 3-4 طاقات، يعني مطرت الدنيا بذيك النوبة و ووقفت المطرة ويبست الشوارع وإحنا ظالين بالطينة، وهاي الحد الآن شوف هاي الروكة ما الطين يشهد الله طبلة بيوتنا، يعني هاي هسه كلها حفاظات وصاخة مجاربية حفاظات ويزوع الماطور، العفو يزوع الصندة ويرجع نسحب إحنا لبيوتنا، أمراض جلدية تصير هاي، جراثيم، نقاسة، وبعد لله وليك هذا المقطع أستاذ ليث الله يحفظك. وهذا بيت استاذ عاجل الشيل طبته وطلعته بنص البحيره هاي. طول عمرنا نعرف انه مي الصرف الصحي او مي المجاري جوا القاع، بواري مخصصه تروح المحطات خاصه بها وتتصرف بطريقه معينه، ان كان منافذ خاصه بالانور او بطريق ثاني. الا بعراق الديمقراطيه بعد انتهاء الدكتاتوريه من 2003 إلى 2023 مي الصرف الصحي بالشوارع، العالم يفترون به. نطلع من واسط أو من السماوة عفوا نروح إلى حي المعلمين بشهربان بمحافظة إديالة. الحي بمعاناة كبيرة للأطفال والأهالي وكبار السن بالذات، لأن يعانون من صعوبة التنقل بسبب سوء الأحوال الجوية أو سوء الخدمات أو الفساد اللي دا يصير هناك، أو حال طين، ماي مطر، شوارع غرقانة، وهم يخوضون بالطيانة وبالسيان وبالمي حتى يتنقلون. خلونا نشوف.
نطلع من ديالى نروح الكربلة بمحافظة كربلة. اشتكوا المواطنين من سوء التبليط بحي الحر بالمحافظة، وعلما أنه التبليط ما صار له هواية، وقالوا ماكو خدمات بالمحافظة، والشارع اللي دا يحجون عليه تبلط قبل 15 يوم، يعني أسبوعين ويوم طابلة بالأسبوع الثالث. فتخيلوا لما حال تبليط عمره 15 يوم راح تشوفوه بعد شوية. مواطن ثاني بالمحافظة يقول شارع المدرسي بالمحافظة بحالة سيء جدا، لأنه مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي ما انسحبت لحد هاي اللحظة، والناس تعاني لأنه دا تمشي بالمي الوسخ برجليها. خلونا نشوف فرع المقادير مدرسة الحرائر ذاك اليوم، ما شاء الله ما صار له 10 أيام بلطة. تفضل بابا. تفضل استاذنا، استاذنا محافظ تفضل. هذا شغل المقاول بإشراف المهندس. تفضل لشوف هذا التبليط الجديد بني السادين مال المستوصف اللي مقابل مدرسة الحرائر. تفضل هنا هاي بصفة مدرسة الرافدين. مدرسة الرافدين سيادة المحافظ المحترم أستاذنا الفاضل أستاذ بن كير كان يرجى متابعة المشاريع. هذا التبليط الجديد شوف الحجم ما شاء الله. هاي للتأكيد رح تستدار وأرجع حتى تشوفون الحالة كاملة. السايدين اللي تبلطين هذه المي ما شاء الله بحيرة. هسه احنا خاف نطب لنا بطسة نقرا وما ندري. والله يراد لهم خوش بلام. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واختارينا لكم بعض التعليقات من منصة فيسبوك. أول تعليق يقول المحامي أحمد الطائب: الله أكلكم، أي تخطيط ومتابعة ماكو لا من جماعة المجاري ولا من البلدية، بس يردون يسوون إنجاز بالمشاريع، وين الإنجاز ما حد يدري. حسين التميمي: المطر خير وأمر رب العالمين، بس صوت الحكومة لسه ما عرفت شلون ترتب الوضع، أغلب المحافظات هيجي. يا أخوي حسين 20 سنة ما عرفت ترتب، إيش قد تريد بعد؟ حسن الكربلاء يقول مأساة للأسف، مشكلة سالفة الصرف الصحي والمجاري. وعلي الملكي: ليش والمليارات انصرفت على شبكات الصرف الصحي؟ وين المحاكم؟ ليش ما تتحرك وتجيبهم هاي الشركات الرديئة؟ أغطي لك وغطي لي. بالنسبة إلى شبكات الصرف الصحي إخواني الأعزاء، هاي شبكات انبنت قبل ما يجون دولة للحكم، وهاي الشبكات موجودة قبل ما تجي الديمقراطية بالعراق، وهاي الشبكات كانت تصرف مي المطر وتصرف مياه المجاري وتصرف بمواسم فيضان الأنهر المي اللي يصعد برا. هذا كله كان يمشي وما كانت عندنا مشكلة، وما نتذكر في يوم من الأيام يجوز مرة مرتين ثلاثة مطر شديد جدا استمرار ما أعرف شنو فاضت كم شارع بكم محافظة عراقية. أما كل ما تمطر الدنيا البيوت تغرق، هاي قمنا نشوفها وراء 2003. أبو سمية من الأنبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، بالنسبة لملف الخدمات وفيضان الشوارع،
أصبح أمرا معتادا بالنسبة لهذه الحكومة. نعم. وأصبح أمرا يمر كل سنة بل وكل يوم من غير عقاب. نعم. بل أصبح المواطن يسمع إهمال الخدمات كأنه يسمع نغمة أو أغنية يومية وقد اعتاد على سماعها. من الأمثلة التي لاحظتها في الدول المتطورة، في بكين كنت في سنة 2009. نعم. أمطرت السماء في شهر تموز لنهار كامل، وكان المطر شديدا جدا من الصباح إلى المغرب. خرجت في اليوم الثاني الشوارع فارغة. كيف تدعون ملف الخدمات خلفكم وتتجهون لتنظيم خليجي 25 وأنتم مفضوحون بالداخل؟ يا سيدي الكريم، دعوا فضائحكم بالداخل. دخل الجمهور الخليجي إلى البصرة وسوف تبدأ الفضائح شيئا فشيئا. بغض النظر عن طيبة أهل البصرة وكرمهم، لكن ملف الخدمات والفساد سوف يطغى وسوف تتوالى الفضائح في هذا البلد المتهالك. وشكرا للبرنامج. شكرا، شكرا لك أبو سمية. أهالي ذي قار طالبوا أن يتم إيقاف الاستثمارات العشوائية، وطالبوا أن يتم حل قضية الاستيلاء على الأراضي التابعة للدولة أو الأراضي الحكومية، وطالبوا أن يتم النظر إلى قضية المعامل واستغلالها أيضا والاستيلاء عليها، وطالبوا أيضا أن يتم إيقاف استغلال واجهات المباني الحكومية بالمحافظة من قبل منو؟ من قبل متنفذين تابعين الأحزاب فاسدة أو كتل أو ميليشيات بحجة الاستثمار. وطالبوا الأهالي من محافظة ذي قار تحديدا من مدينة الناصرية أن يتم إنقاذ المدينة والمحافظة من مافيات الأراضي مثل ما هم سموهم، وأكدوا أنه أكو أيادي خبيثة تحاول تستحوذ على أجزاء من معمل النسيج، بالأخص المساحة الأمامية للمعمل. ولهذا السبب كانت هاي المناشدة موجودة ويانا بحلقة هذا اليوم، خلونا نشوفها. هاي خامس دورة حكومة المحافظة إيقار يتم سرقته، والمحافظ ما أدري وين عايش. أصدر الكتاب إيقاف استثمار واجهات، هو عقب إيش؟ عقب ما سرقوا دوار كلها واجهاته، وبعدين صدر أنت المفروض من البداية تعال حاسب منين جو جو الكتاب واستثمار واجهات. ليش هذا طريق يا حسين؟ طبعا صار وقت التجار، هذا طريق يا حسين سرقته. هذا إحنا قاعد نصوره، هاي بناء فروعه، هاي مقابل الإدارة المحلية والمدخل ما كله يا مستثمر ماخذه. طبعا هاي كلها استثمار يجي مستثمر من بغداد. يا مسؤولين، يعني نطالب بتشكيل لجنة خاصة من رأس الوزراء. أول شيء التحقيق بالأموال صرف محافظة ذي قار، والتحقيق بالاستثمارات. طبعا استثمارات كلها عشوائية استثمارات، وطبعا احنا نريد الدولة غير استفادت من الاستثمار. انت ماخذ لي من دونمات 90 سنة بعشرين مليون سنوية، هو الكشك بالناصية بعشرين مليون سنوية، شين الهدر بالمال وشين السرقة بالأموال مع ذي قار؟ يعني أنت بمعمل نسيج خليت الأمامي، العفو شركة أور خليت الأمامي النسيج؟ لا شركة أور خليت الأمامي، حولوا أخذوا خلف النسيج وهو تابع يعني المخازن سيارات العدة سقطت، وين يوديها المعمل النسيج شركة أور؟ قال الجاه خذوها. طبعا صار تنازع الملكيه بين وزاره التعليم عالي وبين ماليه وبين شركه اور. هذا لحد الان يردون يسوون، يردون يحاولون قطع اراضي. احنا طبعا الواجهه مال شركه دور العامه اللي تابعه لوزاره الصناعه والمعادن تم الاستحواذ عليها، لان هاي اداره حكوميه تابعه للوزاره، تم الاستحواذ على الواجهه الاماميه لشركه دور العامه، مع العلم موجود انبوب ناقل للمياه والكابلات اللي هي تغذي إدارة شركة دور العامة، ويتم الاستحواذ بحجة الاستثمار هكذا أمور أصلا هي ما تفيد الناصرية. بس بشرفكم، ما تحسون أنه الساحة عفوا التابعة إلى مؤسسة تابعة إلى الدولة العراقية وإلى وزارة الصناعة تشرف؟ يعني تخيلوا لما يجيك واحد ويطب هاي الساحة، يعني بالتأكيد المعمل واقف عنها عمله ما دا يشتغل، بس فرضا يجيك واحد ويقول لك أنا أريد أستثمر بشركة أور مثل ما قالوا، ويطبون هنا نشوفوا الكم مال الزبالة اللي موجود بالساحة. ما شاء الله، البلد دا يهتم بالزبالة أكثر مما يهتم بالخدمات اللي تقدم للمواطن، لأنه قاعدة وعايشة بالساحة اللي تابعة إلى مؤسسات الدولة. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق اختارناه لكم من منصة فيسبوك. أنس الناصري يقول: والله يا عمي هاي التنازلات كلها من الحكومة المحلية، بس خليني شلون أصير الصفقات كلها هيك.
علي الخيام يقول مصيبة، واحد اجى حول شوارع الناصرية الى اكشاك، والان دكتور حول مؤسسات الدول الى دولة الى مجمعات لبيع الخردة والمواد الاستهلاكية. الله اكبر. عباس الحجيمي يقول هو ظل شيء ما اخذوه بحجة الاستثمار. سيف علي، بحجة الاستثمار تم الاستيلاء على المساحات الخضراء والمباني الحكومية بعد مدة، حتى بيوتنا ما نسلم عليهم. كانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع، وهو الاستحواذ من قبل المتنفذين على المؤسسات التابعة للدولة بمحافظة ذي قار. مشاهدينا الكرام، الكل يعرف أنه قناة الرافدين عندها نافذة، نافذة اسمها أنت ترى. هاي النافذة أرقام موجودة أسفل الشاشة، الشريط الأبيض اللي تشوفوه يتحرك مال الأخبار، تقدرون تتابعوا للنهاية، راح تلقون أرقام اثنين لنافذة أنت ترى، تقدرون تراسلون القناة على واحد من ذن الأرقام وترسلون الفيديوهات أو المناشدات اللي موجودة عندكم حتى نعرضها بالبرنامج وباقي برامج القناة. وهذا الفيديو اللي موجود ورايا هو مناشدة فوصلتنا عن طريق نافذة أنت ترى. على الرغم من أن العراق بأمطار هواية بهاي الفترة وشهدها العراق بكافة محافظاته خلال الأيام المضت، لكن أزمة شح مياه الإسالة بعدها قائمة نتيجة أو بسبب سوء إدارة الموارد المائية، وأيضاً غياب الحلول الناجعة والصحيحة والموزونة لخزن المياه واستثمارها بشكل صحيح وطريقة صحيحة وسليمة، وبعد ذلك بعد ما تتخزن بصورة سليمة أن يتم توزيعها على المواطنين بشكل عادل وسليم، ويكون المواطن مع انقطاع، خصوصا الناس اللي تعيش بالقرى والمناطق البعيدة عن المراكز المحافظات والمدن والحضر. قرية عبد الرزاق آل منشد بمحافظة ذي قار، واللي بها تقريبا أكثر من 250 بيت، بعدهم يعانون سكان هاي القرية من شح مياه الإسالة وانقطاع مياه الإسالة بالمحافظة. وهذا شخص ينقل لكم أو مناشدة النقل لكم من هذه القرية، خلونا نسمع. يعني احنا قرية كاملة اكثر من 250 بيت ماي اسالة ماكو، يعني ابسط شيء احنا يعني احنا بالغرب من مدينة تور الاثرية، هاي الباكر راح يصير يقول لك باكر راح يصير بيوتنا وعمارات وفنادق للسياح، ولا السياح هي هذه السياح ولا واحد بصفها، بس صار يومي يفتر يمي ماي اسالة ما عندنا، هذا ماني عضك وبغتك انت تغسل مني، انت تغسل منه النائب يا المسؤول الصحه كلكم تغسل وجهك بهذه، عم ها شوف قرب الكاميرا اللي قربه خلي شوفها شوفها، تغسل وجهك منه، العالم من وصلت، الدول من وراكم تطورت، الدول من وراكم تطورت وصارت يعني صنفت عالميا واحنا ماكو. هذه مناشده وردت عبر نافذه انت ترى، و قضية أخرى راح نتكلم عليها وهي قضية الهاشتاج. تفعل المغردين والمدونين على منصة تويتر على هاشتاج كأس الخليج العربي، وللتعبير عن رفضهم احتجاج الاتحاد الإيراني لكرة القدم على الفيفا، والله ما أدري شنو دخل، المهم أن تم استخدام تسمية كأس الخليج العربي بالبطولة. وبحسب الاتحاد الإيراني فأنه تسمية الخليج العربي بالخليج العربي هذا مو صحيح، يردوه الخليج الفارسي، ما أعرف ليش، وهم ممتعظين من رئيس الفيفا لأنه سمى البطولة ببطولة الخليج العربي، وهذا اسمها من قالوا بلى. لكن اللي صار أنه أكو هاي الاحتجاج، ولهذا السبب الناس والمغردين والناشطين والمحللين السياسيين علقوا على هذا الهاشتاج وغردوا عليه. وأول تغريدة لشاه القرداغي يقول الاتحاد الإيراني لكرة القدم ينتقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب استخدام تسمية كأس الخليج العربي على بطولة خليج 25 التي تقام في البصرة، وسيحتج على الفيفا لاستخدام تسمية كأس الخليج العربي في البطولة هاشتاج كأس الخليج العربي. دكتور علي الجابري، هاشتاج كأس الخليج العربي فعلوا هذا الوسم لأن تسمية الخليج العربي أرعبت نظام خامنئي المنبوذ في المنطقة إلا من ذيوله في العراق، هو كأس الخليج العربي شاء من شاء وأبى من أبى، وزعلكم هو زعل العصفور على بيدر الدخن. ودكتور الموصل يقول اسم البطولة هو بطولة الخليج العربي، لم يدعو الاتحاد الدولي أنه أطلق اسما جغرافيا أو سياسيا على منطقة، وهذا ليس من اختصاصه، الاتحاد الإيراني أظهر غباءه من خلال هذا الاحتجاج.
وآخر تغريدة ويانا من علي كنعان يقول اتحاد الكرة الإيراني يعلن نيته وإرسال احتجاج رسمي إلى الفيفا حول تسمية كأس خليج عربي في بطولة خليجي 25 المقامة في البصرة حاليا. أول شيء حلوا مشاكل شعبكم الفقير المظلوم، الله يخلصه من هالنظام القاتل، نوب بعدها تعالوا نتفاهم. وكل هاي التغريدات كانت على هاشتاغ كأس الخليج العربي للتأكيد على عروبة الخليج. وأكو شغلة اللي ما يعرف على الخليج العربي، أكو بلدان عربية وأيضا إيران لها ساحل على الخليج العربي. تعرفون كم بلد عربي موجود على الخليج العربي؟ عمان، إمارات، قطر، بحرين، كويت، السعودية والعراق. يبلغ مساحة الساحل العربي على الخليج العربي 3490 كيلومتر. إيران عندها 2440 كيلومتر كساحل على الخليج العربي. فإذا نريد نباوع عليها ونفكر بها صح، أكو 6 بلدان عربية، هاي رقم واحد، ساحلهم أكبر من ساحل إيران ب 1050 كيلومتر. فخلي ينلصمون على حلقهم ويسكتون، لأن الخليج العربي اسمه الخليج العربي من قالوا بلا. أما يجون هسه لأنه سيطروا على 4 عواصم عربية ويفكرون بالخامسة مثل ما هم يعلنون، والعواصم هي دمشق وبغداد وصنعاء وبيروت، ويقول لك احنا سيطرنا على العرب فاحنا الخليج لازم يصير مالتنا. فما أعرف الشعب العراقي شو يقول على هذا الموضوع. أما يطلع لي واحد من المدافعين على الحكومة ومن اللي ما يرضى ينحكي على إيران ويقول لي لا إيران دافعت ودافعت ودافعت، قل له حكي يفيدك. وبالعراقي الشعب العراقي يقول لك روح سولفها للدبة. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. في أمان الله.